بعد كلام كتير واشاعات ما بتخلص، سوني وديزني بقوا على مية بيضة واخيرا عرفوا يوصلوا لصفقة جديدة. نلاقي عقد شراكة ما بينهم بيسمح لظهور توم هولاند بطل سبايدر مان في عالم مارفل السينمائي لفيلمين كمان، واحد فيهم هيكون الجزء الثالث لسلسلة سبايدر مان الجديدة، وفيلم كمان لسه التفاصيل عنه غامضة ومحدش يعرف لو هو هياخد دور رئيسي ولا لا. ديزني كمان هتاخد 25% من الأرباح، وهيبقى في احتمالية نشوف فيها توم هولاند في أفلام فينوم الجاية. لحد دلوقتي دي معظم التفاصيل اللي نعرفها، بس ايه التفاصيل الجديدة للجزء الثالث لسلسلة سبايدر مان؟ ده اللي هتعرفوه في بقية الفيديو. ازيكم الشباب، انا مروان، ولو لسه جديد في القناه وبتحب محتوى الافلام والمسلسلات ما تنساش تدوس سبسكرايب والمنبه عشان توصلك فيديوهاتي الاسبوعيه اول باول، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس اللايك. مع ان اللي نعرفه عن خطط عالم مارفل السينمائي لسبايدر مان محدوده، الا ان تم الاعلان عن تاريخ نزول الجزء الجديد وهو 16 يوليو 2021، والتاريخ ده اتعلن عنه اول ما ديزني وسوني اتفقوا على عقد جديد. بس ده ما يمنعش ان في احتمال كبير ان التاريخ ده ممكن يتاجل، وده بسبب كذا حاجه. اولها جدول مارفل في سنة 2021 هيبقى زحمة قوي، لاننا هنشوف فيه افلام زي شانغ شي في 11 فبراير، دكتور سترينج مالتي فيرس اوف مادنس في 6 مايو، وثور لاف اند ثاندر في 4 نوفمبر. كون ان فيلم سبايدر مان ينزل معهم في نفس الوقت، ده يخلي مارفل لاول مرة تنزل 4 افلام في نفس السنة. ده غير كمان الافلام والمسلسلات التانية اللي مخطط انها تنزل في منصة ديزني بلس الجديدة. سبب تاني يخلي احتمالية الفيلم ده انه يتأجل هو نزول فيلم ذا باتمان المنتظر بطولة روبرت باتنسون في نفس الوقت، واللي ممكن يخلي المنافسه ما بين الفيلمين تاثر على الارباح. مع اني متاكد ان مارفل عندها ثقه في النفس عاليه ومش هتبقى مهتمه بافلام دي سي. بالنسبه لروايه الفيلم والقصه، فمارفل ما لمحتش قوي هتعمل ايه، وده لان الفيلم لسه تحت التنفيذ في اول مراحله. بس حاجه واحده متاكدين منها، ان في الجزء الجديد الدنيا هتبقى صعبه على سبايدر مان بعد ما هويته اتكشفت على ايد ميستيريو وجاي جونا جيمسون. للي مش عارف مين ده المفروض انه كان رئيس صحيح في الديلي بيوجل اللي شفناه في اول فيلم اتعمل سبايدر مان. بس هو في عالم مارفل السينمائي عباره عن واحد بيكتب مقالات وبينشر فيديوهات عن اي نظريات ومؤامرات بتحصل في الكوكب. Here's the real blockbuster. Brace yourselves, you might want to sit out. Spider-Man's name is Peter Parker. زي ما قلت في اول الفيديو ان سوني برضو بتعمل مخطط لظهور سبايدر مان في افلامها بعيدا عن عالم مارفل السينمائي، وده بيحط احتمالية كبيرة اننا نشوف توم هولاند مع توم هاردي في الجزء الثاني من فيلم فينوم، ونشوفه فيلمين كمان من انتاج سوني وهما موربيوس وكريفن ذا هانتر اللي برضو لسه تحت التنفيذ، ودول برضو شخصيتين من اعداء سبايدر مان زي فينوم بالظبط. تقريبا كده سوني بتخطط برضو انها تعمل فيلم سينستر 6 وهو تجميعة اقوى اعداء سبايدر مان في شلة واحدة. First and final warning. Stay out of our way. ناس كتيرة كانت محتارة وجالها صداع من موضوع ديزني وسوني ده، ومش متفاهمين ايه هو السر تمسك سوني الشديد بحقوق سبايدر مان. هقول لكم، حقوق سبايدر مان بتبقى شاملة كل الشخصيات اللي موجودة، واللي فيها شخصية فينوم اللي فيلمه صدم ناس كتير وحقق ايرادات اكتر من 850 مليون دولار. ونفس الكلام ينطبق على فيلم موربيس اللي نازل في يوليو 2020، واللي مقرر يقوم بالبطولة جاريد ليتو اللي قام بدور الجوكر في سويسايد سكواد. النظرية هنا ان سوني عايزة تستغل ان عالم مارفل السينمائي هو اللي في المرتبة الأولى، ويعملوا خطة إنهم يمزجوا العالمين ببعض. ولو ده حصل فعلا، فالجزء الثالث من فيلم سبايدر مان هيبقى نقطة الوصل اللي ما بينهم. في ظل تلميحات من رئيس مارفل كيفن فيجي إننا ممكن نشوف توم هولاند وتوم هاردي سوا في نفس الفيلم. في اخر فيلم سبايدر مان فار فروم هوم بنشوف مشهد صادم، وهو نيك فيوري والمساعده بتاعته كانوا اصلا كائنات فضائيه متنكرين باشكالهم كل ده، ونيك فيوري الحقيقي كان في مركبه الفضائيين ومحدش عارف كان بيعمل ايه هناك. المخرج طلع وقال ان ده كان قراره، وبيلمح ان ممكن نشوف الكائنات الفضائيه دي في الجزء الجديد للفيلم، ويبقى ليهم دور مهم زي ما شفنا في فيلم كابتن مارفل. الحقيقه محدش يعرف شراكه سوني وديزني دي هتفضل لحد امتى، عشان زي ما قلنا اتفقوا ان سبايدر مان هيظهر في عالم مارفل السينمائي لفيلمين بس، لكن يمكن
نجاح الجزء الجديد وانهم ينجحوا بانهم يمزجوا عالم فينوم وسبايدر مان ببعض يخلينا نشوف العقد ده يمتد وقت اطول من كده، علشان في الاخر لو خطتهم نجحت السما هتمطر عليهم فلوس واحنا كمشاهدين هنستمتع نشوف سبايدر مان لوقت اطول. خلوني اعرف رايكم لو سوني وديزني هيطولوا عقدهم ولا لا، وهل انتم شايفين انهم هينجحوا لو مزجوا سبايدر مان وفينوم في فيلم واحد؟ خلوني اعرف في الكومنتات، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك وما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان توصل لكم فيديوهات زي دي كل اسبوع. كان معاكم مروان والسلام عليكم.